طيب نتكلم بعد كده على البيولوجيكال دروينجز، هو ازاي نرسم رسمه. طبعا رسمتنا لازم تبقى ايه، كبيره تغطي اكتر من 50 او 70% من جيفن سبيس، مش رسمه صغيره. قلم رصاص طبعا نضيف، ما بنلونش حاجه، ما فيش شيدنج او كالرينج. دونت سكتش، فاكرين السكتشنج ده اللي هو ايه يا جماعه، الناس اللي بتعمل كده بترسم كده دي، unless مثلا اوت لاين كان كده اعملها كده، بس انت لما تيجي ترسم تعمل ايه، سموث لاين زي ده، دونت سكتش. حتى لما تيجي تعمل سيركلز، بص السيركل تعمل كده صح، اللي هو ما يعرفش انت بادي فين ومخلص فين. في ناس طبعا بتعمل الغلطات دي، بصوا الكروسنجز دي، او تيجي تعمل سيركل مثلا بالمنظر ده تلاقي ايه مفتوحه كده، بلاش كروات يا جماعه. وحتى لو الرسمه الاوت لاين بتاعها سيركل اعملوها سيركل، يوز كوركت اوت لاين، يعني لو سيركل اعملها سيركل، اوفل بيضاوي اعملها اوفل بيضاويه كده بالمنظر ده، وات ايفر شوف الاوت لاين ايه وقلده صح. طيب اتس بيتر ان احنا لما بنيجي نرسم نعمل ليبل، زي يقول لك اعمل ليبل. طبعا احنا كده كده في رسوماتنا ما بنستخدمش الايه، المسطره ولا الكومبس ولا رولر ولا كومبس، جاست بنستخدم ايه، ايدينا. ممكن تستخدم الرولر في حاله الليبلز، مثلا عندك كذا لاير اهو، لاير اهو في الاكسبانت ليه كانت بتاعت البرتقانه دي، وات ايفر يعني صح، اي كلام كده. بصوا كان اللي من بره ده كان اسمه السكين، القشره، واللي جوه ده كان اسمه الفلاش. ممكن الليبل لاينز دي تعملها اوكي بالمسطره، وبلاش يا جماعه الهيد بتاع الارو ده اللي هو تيجي تعمل كده وكده، ده لا بلاش ده، انت بس تعمل ليبل هوريزونتال لاين خلاص، ده لو رسم عاديه خلاص. طبعا ما بنعملش شيدنج، ما حدش يلون اي حاجه صح. حتى لو جالك ارسم سيل وجواها نيوكليس، اوعى تلون النيوكليس، سيبها كده زي ما هي صح. طيب لو جه قال لك بقى ارسم لي بلان دايجرام، ايه قصه البلان دايجرام دي؟ زي ما علمتكم اللي هو ايه، ما برسمش انديفيديوال سيلز، يقول لك في الامتحان ما ترسمش انديفيديوال سيلز. ده بيترسم ازاي؟ زي سؤال في جيجو 19 اهو، مثلا جه جاب لك ليف زي دي، قال لك ارسمها لي ايه، بلان دايجرام، من غير ما ترسم اي سيلز جوه صح؟ جاست ترسم لير، سهل قوي قوي. عندك كام لاير؟ فاكرين اللي فوق ده كان اسمه ابر ابيدرمس، وده باليسيد، وده السبونجي ميزوفيل، واللي تحت ده اللور ابيدرمس صح؟ هترسمها ازاي بلان؟ شوف انت عندك كام لاير اهو، اربع لايرز، مين اتخن واحد؟ السبونجي صح؟ وبعده مين؟ الباليسيد. واضح ان الابر ابيدرمس ادخل سنه من اللور، شايفين اللور رفيع كده كلاير، لكن الابر ابيدرمس اهو لاير تخين. لاير يعني سبيس ما بين تو لاين صح؟ ده هنا لاين وهنا ده لاين، ده لاير تاني اهو صح؟ لاير تالت اهو. هترسمها ازاي؟ بص قلدها في الاوت لاين كده بتاعها، هي ويفي كده شكلها من فوق شويه، قلدها صح؟ مش كده؟ ادي يا سيدي الابر ابيدرمس اهو صح؟ مش هرسم سيلز، عايز ارسم زي رسم تخطيطي كده صح؟ اهو بصوا، مش هرسم السيلز اللي فوق، جاست رسمت اللاير. بعد كده عندي ايه؟ باليسيد اهو صح؟ هرسمها تاني بس عشان يبقى في مساحه. ادي الابر ابيدرمس اهو صح؟ طبعا برضو نفس الرولز، رسمه كبيره تاخد اكتر من ايه، 50% من جيفن سبيس صح. ادي الابر ايبيدرمس اهو صح، مفيش شيدنج، مفيش سكتشنج، نفس الرولز بس زياده اليوم هنا ما برسمش سيلز. ده قال لي بلان دايجرام، ادي الباليسيد اهو صح صح، هنا في لير الباليسيد، سبونجي اتخن شويه اهو صح مش كده، واللي تحت ده اللور ايبيدرمس نرسمه رفيع شويه صح؟ ان هو اصلا في الحقيقه ايه؟ ارفع حتى من الابر صح؟ بالمنظر ده. حتى بصوا من هنا ممكن تقلدها هنا، بصوا ممكن نمسح الحته دي كده نعملها زيها كده، بصوا الحته دي طالعه كده، قلدوا يا جماعه مفيش مشكله بالمنظر ده صح؟ يبقى كده ده بلان دايجرام. تنساش تعمل ليبل بقى، تقول هنا ده الابر ايبيدرمس، ده الباليسيد، ده هنا لاير السبونجي واللور ايبيدرمس.
لير يعني لير ده اللي هو اكس، اللي هو السبيس اللي ما بين ايه تو لاينز. شوف انت عندك كام لير في الرسمه وتقلدهم. خلاص ده كده كل حاجه ممكن نعرفها عن الدروينجز. خلاص.